متابعين باخر محطه مع الشيف شادي رح ننتقل لعنده ونشوف وين صار، لانه روايح كثير طيبه ورشه ملح. احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم مع الشيف شادي ورشه ملح لمده نص ساعه سوا تنحكي فيها عن كثير من وصفات التابعه اكيد لوصفات الحلويات تبع السبت وتبع الاحد. اللي ما حضر حلقة امبارح في يرجع يحضرها من جديد على صفحات كمان الفيسبوك عالم الصباح او على صفحتي كمان عالم المطبخ، فيكم تحضروا كمان على اليوتيوب تكتبوا اول شيء دات اي نهار اوكي وشو هي كانت الوصفة امبارح. وصفات امبارح كان اكيد ركزنا على موضوع اليقطين وعملنا كمان من البانكيكس، بعدين عملنا يا شيف شادي واو عملنا كيك كمان من اليقطين بعقد بجنن، وعملنا النمورة بدبس الخروب. فيكن تكتبوا كمان تتفتشوا علينا على اليوتيوب او على الفيديوهات مشان تحضروها مره ثانيه، فيكن تكتبوا بس العنوان تبع الاكله وحدا شادي زيتوني. اوكي شو عملنا شو عملنا شو عملنا شو عملنا شو عملنا يا بيي شو عملنا؟ اوكي امبارح النموره بدبس الخروب عملناها، جينا قطعناها اليوم حطيناها بهالطريقه الحلوه. اليوم رجعنا خبزنا النموره الثانيه اللي عملناها وكمان قطعناها وحطيناها كمان هون، هلا كمان بتشوفون حلوين، لكن نموره اليوم وهيدي نموره امبارح، هيدي هون هيك؟ لا اوكي اوكي، المهم نمورتين. كما انه امبارح كمان الكيك، امبارح قطعناه ودقناه كانت رولا معي، كثير طيب الكيك باليقطين، قطعناه كمان اليوم، والكيك اللي كمان اللي عملناه امبارح ورجعنا خبزناه اليوم كمان قطعناه وحطيناه هون بطريقه جميله جدا، فينا نقدمه مع المربى، وفينا كمان نحشي هيدا الكيك، يعني فيكون عندنا سبونج كيك او الكيك الاسفنجي محشي بقلبه مربى، يعني فينا نعمله على طعمة اليقطين، يعني فينا نحن نعمله باليقطين، بعدين نقطعه بالنص ونحشيه بقلبه اللي بدنا اياه ونعمل فور نوار على طعمة اليقطين مع الفواكه المجففة والشوكولا مثلا، فور بلون على طعمة اليقطين، يعني اللي بدكم انتم فيكم تعملوا. غير هيك اليوم بلش نهارنا، جينا اشتغلنا كمان بخلطة كتير حلوة، هيدي الخلطة اللي اشتغلناها كمان اليوم هي خلطة البندق، ضل عندي شوي صغيرة من هيدي خلطة البندق، اطلعوا شو هي، جبنا كل كوب واحد من البندق المجروش، رح نشوف هيك شوي صغيرة طلعوا ها، بتعرفوا شو؟ رح نعمل وحدة، رح نعمل وحدة، معلش خليكم معي، رح نعمل وحدة، رح آخذ أنا العجينة، رح آخذ عجينة وحدة من أصل، عندي شي 100 عجينة هون، رح آخذ عجينة وحدة ها او عجينتين ملزقين ببعضهم، نرجع كمان سكرون احلى ما ينشفوا بهالطريقه. هيدي العجينه اللي بتستعملوها كثير مشان تعملوا فيها السمبوسك او تحشوها اللي بدكم اياه، كمان مش ضروري كمان لحمه، مرات سبانخ مرات كثيره كمان بتحشوها من انواع الهندي او غيرها، ولحمه وجبنه وتعملوها كمان بالشكل المثلث وبتعملوها كمان مثل الفطاير وبتحطوا بقلبها خضره، بتعملوها مثل سبرينج رولز، يعني اللي بدكم اياه. انا اليوم اللي عملته هو بندق مجروش، كل كوباية من البندق بدها ملعقتين أكثر شيء من السكر، فيكم تحطوا ملعقة واحدة، والباقي بنحط سائل مشان نقدر نعجن هيدي العجينة، أنا حطيت مي، فيكم تحطوا مي وارد، فيكم تحطوا مي زهر، فيكم تحطوا أي نوع من أنواع العصائر، ما في أي مشكلة. طيب، من بعد ما نعمل هيك نحن عندنا شغلة بدنا نعملها، بنعمل بنجيب نحن على الحشوة بنحطها كمان أهل، كنت خلي لك شوية حشوة زيادة، بس إنه يعني عملنا كثير ليكو كمان هون زيناهم بطريقه حلوه قليناهم، بتسكروا هيك شوفوا كيف بتسكروها بهالطريقه هيك العجينه، وبنجي بنقلب الزوايا على بعضها بنرجع بنطلع لفوق بهالطريقه، بعدين الزاويه برجع بنجيبها لهون يا شيف شادي بهالطريقه، بعدين بنطلع لفوق يا شيف شادي، بعدين شو بنعمل؟ بضل عندنا هيدي الشقفه يلي نحن عندنا كمان هون من المي مع النشا وبنسكرها وبتصير هيك. من بعد ما نعمل او هالطريقه اللي انا فرجيتكم اياها، مش بس انه طريقه السمبوسك او الفطاير بالبندق هي سمبوسك اي نوع من السمبوسك، بس اذا انا هون بدي اقليهم لازم يا شادي بنقليهم ومنشيلهم دغري منحطهم بالقطر، واليوم القطر اللي عملته هو بالسكر الاسمر السكر الخام، نفس الوصفه 2 كوب كمان طلعوا هون لكم القطر بعقد بجنين، 2 كوب من السكر مع كوب واحد من المي، بس يغلوا شي 5 دقائق، بعدين بنحط لهم من عصير كمان الحامض او كمان مش عصير الحامض، اي مزبوط عصير الحامض او حامض الليمون، وبعدين بنطعمهم بمي الورد او مي الزهر مثل ما بدكم. طيب ما فرجيتهم يا شيف شادي كيف قليتها، ما فرجينا قبل كيف قليناها، ومش صعبه انه نقليهم، بس زيت بنقليهم وبنشيلهم دغري بنحطهم بالقطر، بننطر 5 دقائق بنشيلهم من القطر وبنزينهم بالفستق الحلبي او بالبندق اذا بدكم من دون اي مشكلة.
خي خلصنا شغله من الشغلات الكتار اللي بدنا نعملها اليوم. الشغله الثانيه بسرعه، شيل اول شيء هول يا شيف شادي، هيدي وهيدي بطل انت لهم لزوم، بنحطهم ورا وبنروح على التفاح. وحده اثنين وهيدي ثلاثه من التفاحات الحلوين. بدنا نجي نعمل تفاح بالفرن بطريقه جميله جدا. قبل ما نقص التفاح، هو افضل طريقه احبائي بعد ما نقص التفاحه نجي نحطها حوالي النص ساعه بالمي والحامض. هيك انا بتحافظ لي، لانه المي اللي هي محمضه، مي محمضه يعني مي فيها حامض، اوكي؟ مش مي محمضه، فيها حامض، شو بيصير؟ بتدخل المي على قلب التفاحه وبتحافظ لي على لونها الحلو، ما عاد بيسود معي هلا او ما عاد بيسود معي وجه التفاحه من فوق. انا رح اشتغلها بسرعه، ما رح اعملها هيك، بس انتم اعملوها هيك بليز، حتى تضاين عندكم بالبراد من بعد ما تشوها مدي اكثر من اللي بتضاين لي انا، لا انا ما عندي وقت هلا انا اعملها. الخلطه هي، يلا يا شيف شادي، من القرفة عندي كمان هون أربعة أو ثلاثة، هيدي أربعة وهيدي خمسة إذا بدكم من القرفة ملاعق. منروح منحط لهم من السكر الأسمر حوالي كمان ملعقتين، طلعوا كيف ملعقة وهودي اثنين، خلطني هون لك، خلطنا قرفة وخلطنا سكر أسمر. هلا اللي كتار بيحبوا الزنجبيل الجينجر أو الجنجومبر بيحبوا مع كمان التفاح، ما في عندنا أي مشكلة فيكم تعملوها. ويلا يا شيف شادي، بناخذ تفاحه بهالطريقه، بناخذ هالسكينه التفاح مشان نشيل قلب التفاحه، تطلعوا كيف، ها واب شلنا كمان ايه لجلاتك جوا، يلا ها طلعوا كيف، هيدا شلنا كمان القلب تبع التفاحه بهالطريقه. بنروح كمان على الثاني، واحد اثنين ثلاثه، يلا يا شيف شادي كمان هون القلب تبع التفاحه. بنروح كمان على الثالثه، واحد اثنين ثلاثه، يلا كمان شلنا القلب تبع التفاحه. بناخذ كمان سكينه بسرعه، بنجي بنقص كمان التفاحه هيك هوب تعقد كمان هون يا شيف شادي هيك بهالطريقه، وبنرجع كمان يا شيف شادي كمان بنقصهم بهالطريقه هيك، يلا 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 يلا. وعندي هون شو؟ صينيه. بلش بغط انا التفاحه، اكيد برجع بعيد هون التفاحه، لازم برجع بعيد هون التفاحه، لازم نحطها بالمي والحامض مثل ما هي هيك بتضيني اكثر. هذا كنت انا عم بحكي قبل، وفيكم كمان تعملوا انا عم بعمله هلا، طلعوا كمان شو حلوين هون. ارفي بهالطريقة، يلا يا شيف شادي، روج 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 روج، ليكو كمان شو هينين، بتعطينا طعمة بتعقد بتجنن، روج يا شيف شادي كمان بعد شوي صغيرة، هلا كمان بنحط عليهم من فوق، وهلا بنحط عليهم شوية زبدة كمان من فوق، وإذا شي محل ما نحط عليه مزبوط بناخذ هالملعقة هيك، طلعوا، هوبلا، شفتوا شو حلوين؟ بهالطريقة الحلوة هيك، بنحط لهم شوي صغيرة من المي بالقعر تبع الصينية، بناخذ ملعقة ومن الزبدة، طلعوا هيدي الزبدة الدايبة شوي صغيرة، طلعوا عليها هيك، طلعوا كيف، يلا يلا يا شيف. أكيد هي التفاح بيحتوي على مي مثل كتير كمان من الفواكه يلي بس نحن نحطها بالفرن بتترك مي، أوكي، لأنه في فواكه ما بتترك مي وفي فواكه بتترك مي، هيدي كمان التفاحة رح تترك أكيد مي. يلا على الفرن، الحرارة 180 درجة، ويلا بالفرن بدهم ربع ساعة. بس هديك مرة يا شيف شادي أخذوا معك نص ساعة أو قلت نص ساعة، مزبوط كنت التفاحة كبيرة، وإذا جيت استعملت التفاح هيدا الصغير اللي هو التفاح الأصفر السكري الحلو بياخد يمكن 10 دقايق، يعني حسب نوع التفاح اللي بتحطوه، أوكي بتحطوا الحرارة. وكونا فتحنا الفرن فهبت علينا ريحة الترت، يا سلام على هبت علينا ريحة الترت. طم طم طيب. ناخذ منظر جميل، منظر تارت بطعمة اليقطين. تارت بتعقد بعد ما استويت، رح نحطها بالفرن وبعد شوي رح نتعلم كيف انعملت. حلوة. لكن التفاح اللي عملناه هلا فينا نعمل مثله الأناناس، فينا نعمل مثله الدراء، فينا نعمل مثله عم فكر، فينا نعمل مثله الانجاص، فينا نعمل مثله الخوخ، فينا نعمل مثله بعض الفواكه المجففه، فينا نعمل مثله الموز، اوكي؟ يعني فينا نعمل مثله الافوكا بنفس الطريقه اللي شفتوها هلا. يلا يا شيف شادي، ما زالك حكيت كثير ووسخت كثير قدامك، تعال نشيل هون، اوكي؟ وتعال نغسل ايدينا الحلوين معليه، ويلا بدنا نعمل عجينه تبع التارت، وبدنا نعمل حشوه
الترت اللي هي حشوه اليقطين، وبنرجع اللي بنعملها اليوم بنخبزها بكره وبنقطعها بكره. اما اللي عم بعملها هلا رح تشوفوها بعد شوي صغيره، يمكن ما تكون جاهزه، يمكن ما فينا نقطعها، لانه الوصفه بتقول انه يا شيف شادي من بعد ما تعملوا اي نوع من التارت اليوم بتحطوا عليها، مثلا تقول كريم باتيسيير، تحطوا عليها تنقول كريمه الليمونين شوكولاته، اللي بدكم اياه بدها وقت، اوكي، حتى نقدر نقطعها، يعني على القليل الساعه ساعه ونص حتى تبرد قبل التقطيع. طيب بس التقطيع، تفاح بدي حطيت بقلبه كذا، بدك تزينه بشو؟ بدنا نزين التفاح بالشوكولا، لكن خلينا نحضر صلصه الشوكولا هلا للتفاح، وبنرجع بنحضر العجين وبنشوف بعدين اليقطينات شو بدنا نعمل. معي انتو؟ معي يا شباب؟ يلا على الشوكولا. ليكو شو بدي اعمل هون؟ رح اخذ انا شوي صغيره من الشوكولا، نجي لهون هيك، بناخذ سكين نقطع الشوكولايات كمان هلا، ها طلعوها، قطعهم بهالطريقه، ما ضروري كمان كتار. والطريقة الأجمل لهيدا الموضوع كمان هو، واو، الطريقة الأجمل لهيدا الموضوع إنه البين ماري، بس أنا ما عندي وقت للبين ماري هلا، يلا بنحطهم بهالطريقة هالشوكولاتات بهالطريقة هون، طلعوا شو بده يصير، ومكتوب أكيد بالوصفة رح تكتبوها بعد شوي، قطعة من الشوكولا، وبنحط لهم شوي صغيرة من الكريم، طلعوا، على نار يا شيف شادي خفيفة، لانه احنا ما يحترق الشوكولا وبتلاقي برغل معك الشوكولا يا شيف، بس كونك انت هلا مستعجل بنسمح لك بهذا الموضوع. انتم اعملوا مثل ما انا عملت، بس شو اعملوا؟ حطوا على بين ماري. بين ماري يعني بنجيب نحن وعاء، هالوعاء بيكون فيها المي السخنه، يعني بين ال 60 وال 70 درجه ماكسيموم، وكمان اذا كان اقل من هيك بيكون كمان احسن، وبنحط عليها وعاء ثاني بس ما يكون ضيق بالمي، في بقلبه الشوكولا كمان والكريم، كريم فيها سكر ولا بلا سكر اللي بدكم اياه، المهم شوي صغيره من الكريم، هيك بصير عندنا صوص شوكولا بعدين فينا نستعملها. وعود الشوكولايات اللي بقيوا، يا سلام. خي التفاحات عملنا لهم الخلطه اللي حطينا عليها زبده، اللي هي الخلطه اللي كانت القرفه مخلوطه مع السكر الاسمر وصاروا بالفرن يا شيف شادي. والزبده اللي هون حطيناها على التفاحات شوي صغيره. عملت لهم هلا صلصه الشوكولا بعد شوي صغيره كمان بتدوب الصوص، هلا عم نشوف كمان تفاحات جوا. اوكي ضوي الضوء بقلبها، ضوي، اوكي. طيب وشفنا قبل شوي صغيره كمان التارت، بدنا نحضر لها العجينه تبعيتها. كل خلونا نبلش، وين الطحينات؟ وهون عندي ها ماشين قبل كمان بعدها شوي صغيره موسخه من العجينه اللي عملتها قبل، اللي هي نفس العجينه بس رح استعملها كمان نفسها. وين الملعقه يا شيف؟ هون. اكتبوا قدامكم كل 2 كوب ونص من الطحين، كل 2 كوب ونص من الطحين بدهم قالب ونتفه، يعني قالب، قالب يا شادي يعني شو قصدك؟ قالب ال 200 جرام، يعني 200 جرام من الزبده اللي بتكون طريه، مش الزبده السايحه، بتكون طريه، طريه كيف؟ هلا بنشوف كمان طراوه الزبده بهالطريقه، طلعوا كيف؟ هون انا عندي هون اول شيء خلينا نحط الطحينات، هون 2 كوب على القد، وهيدا نص كوب يا شيف شادي مشان نعمل شو؟ مشان نعمل العجينه، نص كوب وشوي، شيل شوي بلا ما تزعبر، طلع هون، هاي 2 كوب ونتفه، وبنبلش بنحط لهم كمان شوي صغيره من الملح، طلعوا كيف بالعجينه، بنروح كمان على شوي صغيره من السكر، يعني شوي صغيره من السكر يعني ملعقتين ماكسيموم من السكر، كمان حطينا السكر هون، لكن سكر وطحين وملح، ويلا يا شيف بنبلش نعجن. خليكم شوي، انا رح اخذ 220 جرام، 220 جرام لانه هيدا 200 جرام، وراح اخذ من هون انا هيك 20 جرام، يعني هيدي الكميه كلها رح احطها، والزبده تتكون طريه وتكون هيك، يعني ها شايفين الزبده؟ هيدي الزبده معناتها زبده طريه، يعني زبده مش دايبه ولا مطلعها من البراد، بتحطوها برات البراد على حراره الغرفه. ببلش الشيف شادي هلا يعمل العجينه، رح فرجيكم اياها قبل ما نطلع بريك حتى تشوفوها مزبوط كيف طالعه. رح بلش انا، هاي زبده ما بلش نحط هون، يلا يا شيف كمان هيك، شفتوا كيف بسرعه طلعوا؟ حتى فيكم تعملوها بايدكم من دون اي مشكله، يعني قصدي تعجنوا العجينه بايدكم. خلصنا الزبده ها، ويلا، وبالوصفه اكيد مكتوب انه بدكم تضيفوا لها حوالي ملعقتين ثلاثه من المي حسب
البروتينات الموجودين بقلب الطحين. اذا كثير بروتين بدها اكثر مي. انا هون عندي شويه مي، طلعوا ها شوي شوي، طلعوا بعد ويلا ملعقتين بيقدوا. عدوا هلا معي لل 20، 1 2 3 4 بعد 5 6 7. عملتوا ما تعدوا، وقفوا على 7 7 ونص اوكي، لانه في عندي هون الطحين لزق بالكعب شوي صغير. يلا يلا يا شيف شادي رجع عن جديد. يلا هون والعجينه بعد ثواني صارت جاهزه. ضل عندنا اليقطينات، اليقطين اليقطين اليقطين. والعجينة صارت جاهزة. بريك بترجعوا لي حتى اخبركم كيف عملنا هاليقطينات. اترك تعليقاتكم بعدني عم بقراها على الفيسبوك. عم شوف اكيد كل الاشخاص اللي صار لهم فتره مبلشين شغل، وشي اللي بيشتغل بالعمل الاجتماعي، وشي اللي بيشتغل بالبيت او كأم، وأكيد كلهم عملوا كلهم بالنهاية العمل هو أساس كل شيء كمان بالحياة. يعطيكم ألف عافية. وأيضا عندنا شخص هون خلية نحل من الصبح لحاله بدل عم يشتغل أكيد، وهو الشيف شادي. رح ننتقل لعنده لحتى نشوف التحضيرات النهائية ورشة ملح. أحبائي صباح الخير من جديد لآخر ربع ساعة اليوم مع الشيف شادي. وصار عندي يعني نوعا ما كل شيء جاهز. أول شغلة رح نعملها قبل ما تحترق عنا، أوكي، لأنه دائما بتصير أوكي على العجقة اللي بيعملها الشيف شادي، نشيل التارت لبرا. يلا خلونا هلا بسرعة، أوكي، ياي 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 ياي، واحترق كمان، احترق إصبعنا هلا. أنت زيحي يا تارت أوكي أو يا كيك اليقطين على الشمال، نفتح مجال للتارت اليقطين نحطها هون. برجع بعيد، التارت صارت جاهزة. نعم بس ما فينا نقطعها، نعم لأنه لازم ننطر نعم على القليلة ساعتين قبل تقطيع هالتارت الحلوة. بتعقد اعملوها بالبيت. عملنا العجينة هلا، حطينا ورح نكتب قدامنا بعد شوي كل كوبين ونص من الطحين بدهم حوالي 220 جرام من الزبدة الطرية مع رش من الملح ورش من السكر بقلبها من دون ما نحط لا بيكنج باودر ولا شيء. فينا نطعبها بالفانيليا اذا بدنا، وبرش البرتقال او برش الحامض مثل ما بدكم، وبتزبط عنا. يا سلام، بس بهالوقت الحشوه بدك تكون انت يا شيف شادي شاوي اليقطين من قبل مزبوط. جينا قطعنا اليقطيني هذا امبارح، اليوم لفيت كل وحده انا ب كمان اوراق من الالومنيوم او اوراق من الفرن. بتفتحوها بهالطريقه بتلاقوها مستويه، بس بالقعر تبع الصينيه شو بحط؟ بحط شوي صغيره من المي، حوالي بده نص ساعه او اقل شوي، بقشرون بيكونوا مستويين. طيب انت مازال هلا هون بقشرون وانت بدك تعمل الحشوه. الحشوه كيف يا شيف شادي؟ ليكو الشوكولا، ليكو الشوكولا اللي عم ذوبوا كرمال التفاحات الحلوين. الشوكولا مع الكريم، طلعوا الجمال، طلعوا الشوكولا مع الكريم. بعد بده شوي صغيره بيصير جاهز تنستعمله بعد شوي. هالجناش او شيء قريب كمان من الجناش عم نعملها بطريقه سريعه من دون البان ماري، رح نستعملها ونحطها بعد شوي على على التفاح. يا بي تفاح بالقرفه والسكر والزبده شوي وعليهم شوكولا. اوكي يقطيني الى وين؟ الى قشري. طلعوا شو عم بيصير. يلا يا شيف شادي هون طلع كيف، ها ليكو القشري، شفتوا القشري وين؟ عم نشيل كل اليقطينات اللي عملناهم. طلعوا شو حلو هالطريقة الحلوة اللي هي طريقة الشوية اللي بيعبي كمان معي أقل اليقطين من المي، لأنه ما حطينا مي. أما بالسلق بتلاقوها معبية من المي وبدنا بعدين نعصرهم ومليون شغلة قبل الاستعمال. هون ليكو ها كله سوا صار جاهز عندك يا شيف شادي. إذا هيدي شوي صغيرة مسودة شيلها لبرا حتى ما تطلع كمان بالكيك اللي عم تعمله. بنروح كمان على التالتة، طلعوا ما اسهل، حبيت اعملها كلها قدامكم تتشوفوا السهولة بالعمل. طلعوا كيف، يلا 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 كل شيء ليكو. حتى فيكم تحفتروا، جاي من كلمة حفترة، اوكي، على الاخر نشيل هودي كلهم على جنب يا شادي.
وتطفيه تحت الشوكولا قبل ما يحترق. هودي اكيد بنكبهم، حطهم ورق على بعدين كمان بنكبهم، وتطلعوا كل 2 كوب من اليقطين المسلوق او المشوي، بس فضل انا كمان المشوي. بده قرفه شوي صغيره، بده كمان من الزنجبيل او القرنفل، قبل القرنفل شوي صغيره، والزنجبيل كمان شوي صغيره يا شيف شادي. والوصفات بلشوا يطلعوا على الهواء، وبرجع بعيد بسرعه انه كل 2 كوب من اليقطين بدهم كوب واحد من السكر، ومن القرفه، من القرنفل، من الزنجبيل. كوب من السكر يا شادي، يعني هيدا كوب من السكر، ها؟ وهيدي هي الحشوه صارت جاهزه عندي يا بي مأهينا. لكن قرفه، لكن قرنفل، لكن زنجبيل، لكن يا شيف شادي حطيت من السكر، وحطيت كمان من شو قلنا؟ سكر وشو؟ ويقطين. بس هودي هن، طلعوا شو حلوين. وهيدي الحشوه الحلوه يلي عملناها، ويلا يا شيف على عجينه. هيدي العجينه هون، هالعجينه اللي عملناها لازم ترتاح شوي صغير، نحن ما راح نريحها، لازم نمدها كمان. فيكم تمدوها، انا راح مدها بهالطريقه هيك بقلب كمان قالب، فيكم تمدوها بطريقه سريعه بقلب قالب. هالقالب انا عندي اياه كمان مدهون من الزبده ومرشوش بالطحين، او مرشوش بكمان السبراي، الزيت سبراي او الاويل سبراي او البتر سبراي يلي كمان. طيب عمالكم شوي، هذه المره سهرتني بدام، خليكم معي شوي. هيدا باتر سبراي، يعني انا بجيب صينيه، اوكي يا مدام، فيك تشتريها هيدي، فيك تشتري هيدي العبوه من في منها كذا نوع من السوبر ماركت الموجودين، ويستعملوا كمان للطبخ. وبنجيب الصينيه بهالطريقه، تطلع كيف؟ بنرشها، وبهالطريقه ما عاد بيلزق عنا لا كيك ولا حتى تارت. وكمان فينا نرش، اذا بدنا نعمل كمان مرات كثير من الكب كيكس، فينا نستعملين اي شيء بدنا نحطه بالفرن. اليوم فينا نستعمل كمان هالباتر سبراي، مش اي شيء. خليني اقول 80%، لانه في بعض الاشياء ما فينا نستعمل، اوكي، لانه بدنا نعطونا طعمه بنحط تحتهم ورقه، يعني هالقصص كلها. طيب انا من بعد ما عملت كمان هالعجينه، خلوني انا هالعجينه كلها سوا مدها بقلب هالصينيه، طلعوا كيف، اوكي. وهلا كمان رح ارجع شيل التفاحات بعد شوي، ورح ارجع هلا اظبط كمان عندي هالتارت اللي انا عم بعملها. وبرجع بعيد عجينه التارت المعموله من الزبده، فينا او لازم اول شيء نريحها شوي صغيره بالبراد، انا ما ريحت شيء بالخالص. هذا واحد. اثنين، بس نمدها، فينا نمدها كمان بطريقه جميله جدا بين ورقتين من النايلون، ونرجع كمان نحطها، ممكن كمان تكون اسرع وممكن تطلع معنا اجمل. بس مهم اخذنا الفكره انه فينا نعملها كمان بالطريقه اللي انا عم اشتغل فيها هون من دون اي مشاكل. ومن بعد ما نجي نعمل هيك، طلع يا شيف شادي هون شو عم بيصير. باصبعك فيك تعمل، تروح تعمل البورديت كلنا سوا، ومحل ما منلاقي انه نحن عنا كمان اماكن بتكون هيك انسقبت او منها مزبوطه، شو بنعمل فيها؟ بنرجع بنحط لها شوي صغيره من العجين، مثل هون يا شيف شادي، ها طلعوا كيف، هيدي شوي صغيره من العجين لزقت كلها سوا. بننزل كمان، بننزل الحروف كلهم سوا، يمين وشمال، بتعقد بتجنن. وهلا بيجي انا بنزل عليها خلطه اليقطين اللي بدي استعملها، ويلا يا شيف كلها كلها سوا بقلب، ها هالصينيه. وشو بعمل انا هلا هون؟ بلش اتفزلك، يعني فيني انا اعمل هيك اتفزلك، يعني معناتها انا اوكي بلش اعمل. خليني هون احط العجينه، خليني اشتغل هون هيك بهالطريقه، اني اعمل انا مثل الشرايط الطويله، واجي بلش احط عليها، يعني اعمل هيك، اعملوها بعد اصغر من هيك، اوكي؟ رح فرجيكم كيف احسن هيك، ها؟ طلعوا كيف العجينه هيك، ها؟ اعملوها كثير رقيقه، وبتجوا بتحطوهم هيك، نرجع كمان، طلعوا شفتوا كمان احيانا، طريقه كثير هينه، بنجي بنعمل هيك. برجع كمان بنكفيها، خلينا نكفيها، ما زال عندنا بعد نحن 6 دقائق حتى نخلص الحلقه، خلينا نكفيها على الاخر هيك. كمان انا بكون وفرت شوي صغيره من الوقت لبكره، وبكره بدي اخبزها كمان من جديد، وراح اقطع كمان الثانيه من جديد، وراح نزينها بالكريمه. فينا نزينها بس نقدمها بالكريمه، فينا نحط حدها كراميل اللي بدكم اياه. طلعوا شو حلو هيك. وهون كمان شقفه، هلا بنبلش بالعكس، بالعكس يعني طلعوا صارت شغلة كمان هينة. يلا يا شيف شادي نبلش من هون هيك،
كمان التانية بنحطها كمان هون على الطرف بهالطريقة، شفتوا ما أسرعنا؟ كمان رح نعمل كمان بعد كم وحدة، طلعوا شفتوا كيف بنربطهم ببعضهم؟ وخلصنا بعتقد ها؟ رح نستعمل الإيدتين هون، وحدة يا شيف شادي بهالطريقة، وهون ركضت كثير يلا، وهون كمان معلش آخر وحدة بهالطريقة هيك، نكبسوا نتفة صغيرة بإيدينا وخلص. يعني هيدي أهين أهين تارت بيتوتية فينا نعملها بهالطريقة بالبيت. العجينة عملتها قدامكم، الحشوة اليقطين عملتها قدامكم، ما فيها بيض بالخالص، عم نشوفها هي مستوية كيفية، عم نشوفها هي نية كيفية، وهيدي النية راح أحطها اليوم بالبراد وبكرة كمان أخبزها من جديد ونقدمها أوكي بطريقة حلوة. خلوني هلا أشوف كمان أطمن نتفة صغيرة أوكي. أول شيء شو رأيك يا شيف شادي هيدي هون بتقبع معك اليوم؟ فرجيني فرجيني فرجوني فرجوني، شو بتقولوا انتم بنتبهدل؟ عمالكم شوي تنجيب هون، لا ما راح اتبهدل بس انه راح حاول شوي صغيرة معلي 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 هون لزقت شوي اوكي عمالكم شوي يلا يلا واو تعقد بتجنن. راح كمان اقطع منها، رح حاول اقطع منها مع انه سخنه وانعملت كمان قدامكم، رح حاول اقطع منها كمان لهتا تطلعوا كيف بتقص معنا، تطلعوا الحشوه. ما انا قلت انه بتضلها ساعه تبرد بس ما بتسمع انت كلام الشيف شادي يا شيف شادي، فتحمل مسؤوليتك. رح اجيب صحن ونقدم كمان حبه منهم بطريقه جميله حتى تشوفوها هي وسخنه قد ايه حلوه. طلعوا شو رح اعمل، طلعوا كيف، يا سلام على التارت باليقطين، يا سلام بس تزين التارت باليقطين بالموز، يا سلام بس يكون عندك فستق حلبي وبتعمل هالطريقه هيك بهالطريقه هيك، ويا سلام بس يكون عندك الزبيب وتحطهم هون هيك بتعقد. ده كان تارت، يا سلام لما غيدا تعيط لك هيك وبتقول لك هيك تعي مين ايه شفت الريحه هيك عم تعمل هيك. ليكي انا ما كنت متصور انه راح تقطع معي وراح تمسك معي كمان الحشوه اليقطين. ليكي انا الصراحه ما كنت متوقعه اوكي طلعي لانه نزل على تاريخك برافو عليك لانه كل مره هيك كثير حلوه. اما هلا اللي راح اعمله راح انتقل او راح ينتقل الشيف شادي بكل قوه وجداره وشو اسمه تعال يا سلام دو تروا طلعي شو عندي هون. نعم طلع اوه شفتي شو عندي هون؟ اول شيء خليني هلا هيك رح اكل الجوزي رح احطها هون هيك شوفوها المشاهدين وخليني هيدي هون حطها هون وخليني هيدي حطها هون وخليني هيدي اعمل هيك وخليني هيدي حطها هيك. تفاحه بنشيلها القلب تبعولها بدنا نغطسها بالمي والحامض يا بلا قلب بتشلها القلب براو يعني بعيط لها هي يا بلا قلب يعني بننشل عرفتي كيف بسحب القلب عرفتي لي كيف تبع التفاحه بخلط السكر مع القرفه سوري انسان شر انسان شرير عم يشتغل معنا طلع شو حلوين هون من بعد ما عملنا بنجي بنقدم هالتفاحه هنستويها مزبوط ليكي حسة تعقيد هالتفاح هيدا اللي على الوجه من فوق سكر كراميل لا سكر اسمر بس صار معنا مثل الكراميل لانه على الحراره ديب السكر صحيح وطعمه القرفه شعشعت وحطينا شويه زبده عطونا اللمعيه يعني صارت كمان شغله جميله جدا وهودي بيقدموهم بالمطاعم وبيعملون وصفه تنعمل مع المبيد الاحمر ما تتصوري بيخلطوا كبايه من المبيد الاحمر مع ملعقه من السكر وبيجوا بيحطوا التفاحة بقلب كوكوت صغيرة بيحطوها بالفرن تشرب التفاحة من السكر ومن اللمبيد وبعدين بيقدموها مع الصلصة يعني انت ما بيكون بقلب الكوكوت بعد فيه هو شوي صغيرة من اللمبيد مع السكر وبيحطوها على وجه. انا ما رح اعمل هيك، شو عملت؟ غيرت الوصفة ورحت على الشوكولا. اوه هيدا هو يعني انا برأيي هون يا شيف شادي حاطط قدامي الجوز انا يا شيف شادي انت شوي صغيرة من الشوكولات طلعي عملت القنعش بطريقة سريعة اوكي من دون بين ماري طلع الشوكولا اوه عرفتي كيف بهالطريقه هيك انت شوف هون عم بقطع قلبهم الشبيح طلعي كيف هلا هون سامي واحمد هون قطع قلبهم شو حلو ريحه الشوكولا الشوكولا بس ما بنحط له غير شوي صغيره من الكريم بنحطه على النار بس انا انتبهت كثير عليه حتى ما يحترق وحتى ما يفصل معي بهالطريقه الجميله اللي راح اعمله هلا. بعد في شغله ايه بدي اقولها انه انا عندي هون شوي صغيره من الفستق راح اجي
اعمل بهالطريقه هيك بس. انا غرام المكسرات بعد في عندي دقيقه هالدقيقه بس بدي اقول شغله امبارح ما قلتها. اوكي صار لي كذا نهار عم بشتغل وعم بحكي عن دبس الخروب. صار لي كذا نهار عم بشتغل وعم بحكي عن موضوع الفريكي. فبتذكر اليوم المشاهدين اليوم احد كثير من العالم عم يحضرونا وقاعدين بالبيت انه 6 و7 و8 الشهر اذا الله راد في بلبنان ذكرت ستك بالاول وانا بقول في الكوكينج فيستيفال فراح يكون الشيف شادي من الساعه 4 للساعه 8 موجود بالكوكينج فيستيفال مع تعاونيات كثير يلي نحن بندعمها بلبنان تندعم ليك شو بندعم حاليا ما فيني بلش معك من الصبح برافو بلا بس انا ما عندكم انا معك هون للساعه 1:30 بنتين بخلص وبركض وراح نطعمي اكثر من 500 شخص راح يكون معنا افوكا بامتياز عم نشجع الافوكا فطر بامتياز عم نشجع الفطر كمان تعاونيات كثير عم تعمل من دبس الخروب من دبس العنب عم تعمل كمان من خلق التفاح او قصص من هالنوع فانطروني من الاربعة للثمانية رح ناكل كثير نطبخ كثير وعنوان كمان النهار او كل يوم رح يكون او دبس الخروب او دبس العنب او الفريكه لقائي بكره معكم في حلقه جميله جدا سوري هيدا شو هيدا هون هيدا هون تارت لا افتكرت شوكولات لا خلص بودي على المشاهدين بقيت نهار كثير حلو شكرا كثير شيف بنشوفك بكره ونحن اكيد بنشوف المشاهدين بكره تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت انا بشوفكم الثلاثه باي بعد عم نصور because of all the stuff going on outside the house, you know, the pressure, the job, all those things that can weigh you down. You know, sometimes, just sometimes, you bring that home with you. And I understand, but you don't...